أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بالنسبة للدول الإسلامية التي لا تحكم بشرع الله وإنما تحكم بالقانون الوضعي، نعم. يقول: بالنسبة للدول الإسلامية، نعم، التي لا تحكم بشرع الله وإنما تحكم بالقانون الوضعي، إذا عدا رجل على أحد فقتله ثم أتى هذا القاتل بمحامي فشح القضية بنجاة المقتول، هل لأولياء المقتول أن يترصدوا للقاتل فيقتلوه، لا سيما وأنهم لا يرضون بحكم القانون، أو أنهم يقيمون القصاص بأنفسهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقوم أن يقيموا القصاص إلا بحكم شرعي، لا يجوز أنهم، ولا كان الناس كل يقتل بعضهم بعض يقولون إحنا نقتص، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماء، فلا بد من حكم شرعي، إذا لم يكن فيه حكم شرعي فلا يقتصوا بأنفسهم، لأن هذا يحدث شر ويحدث سفك الدماء، يجونهم ويقتلونكم بعد، إذا قتلتم منهم واحد تقولون هذا قصاص، جوكم وقتلوا منكم أكثر، ثم أنتم قتلتم منهم ثم قامت معركة، ما يصلح هذا، لازم من حكم شرعي، وإذا لم يوجد حكم شرعي فلا قصاص. نعم.